تبدو وكأنها قطعة بسيطة أو أشعة من مادة البلاستيك، ولكنها قد تعوض مادة الجبس في المستقبل. الألم التي تسببها الكسور على مستوى الذراع أو الساق كبيرة، إضافة إلى الشعور بعدم الراحة عند وضع الجبس، ما يجعل من الصعب على المرء أخذ حمام أو التحرك بخفة. خبير مجري في تكنولوجيا المعلومات أكد أن هذه الأشياء المطبوعة بطريقة ثلاثية الأبعاد ليست فكرته في الأساس، ولكن قد تكون الطريقة المثلى التي يمكن استخدامها في المستشفيات والجراحة اليومية. شركة بحث مماثلة سبق وأن حصلت على جائزة التصميم، ولكن لحد الآن لم يتمكن أحد من تطوير وسيلة العمل هذه، ولذلك ففكرتي مختلفة، وأنا لا أسميها اختراع بل أدعو هذا نموذجا ترتكز عليه طريقة العمل. كبير المسؤولين الطبيين في مستشفى الطوارئ في بودابست يدعم فكرة ميكلوس مولنار، حيث يعتقد أن حال المرضى سيكون أفضل بكثير مع التكنولوجيا الحديثة، وسيستغرق الأمر جهدا أقل لطباعة هذه المثبتات، وهو أمر ليس بالصعب ويحتاج ربما لحوالي 50 أو 100 يورو. المستشفى سيكون سعيدا لتنفيذ اختباره. يمكن استخدامه في جميع الحالات التي نحتاج فيها لمثبت خلال فترة طويلة، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بحادث أو بمرض ما. عندما نحتاج إلى مساعدة طبية مريحة وإلى تهوئة، وعندما يذهب الألم الناجم عن الحادث، وعندما لا يكون هناك خوف من تحرك العظام من أماكنها، في كل هذه الحالات يمكن استخدامه. حالياً فريق البحث وجد مستثمراً، خصوصاً وأن أسعار الآلات الحديثة الضرورية متدنية. ميكلوس مولنار يعتقد أن الاختبار يمكن أن يبدأ هذا العام، وستستخدم هذه العملية في المستشفيات في العامين المقبلين.